اسمعني لا والو اسم محمد والو لا قل لا اله الا الله لا والو ضرني شي حاجه لا اله لا ضرني شي حاجه نقول قل لا اله لا انا معدي معاها لا معاها لا معاها عندي معاها انا انتوما يا انا معدي لا معاها انا ما عنديش ما عنديش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامع إخوة ميسكم هاد الشاب هذا سميتو السي محمد صافي الام ديالو راه كتعاني معاه من مرارا وتكرارا كل نهار المعاناه علاش هذا ماشي هذا مصاب بالجنون انا كتجمعوا عليا انايا في الدخان وكتجيبوا عليا انايا في الشراب وكتديروا لي انا بحال ما هكا شوفوا سير لا عاونك تبارك الشراب وبارك الدخان اللي كامل وباللي ما كامل غتصوم لها باش غتخرج انتما فهمتيني واش اللي كاين هو ضحيه المعجون مالو من خيركم قحبة تاعتم منكم هادي شنايا من رب من خيركم واش تربو شي واحد تلعد صافي يا الله صافي واش تربو تلعد صافي ها واخا تكون واخا تكون مع قحبة والله واش تربو تلعد دابا يا الله صافي على لسالة لا رب يا الله اي شحال نسيت شحال نسيت في مو هاك هاك انا مكبانه ما ندير لك والو ليه راك نفك صافي راه طلق مني انت مالنا بالفلوس بالغبره غادي نطلب منك اعوذ بالله من الشيطان والو وتعلم مش الشيطان الشيطان مش الشراب والتدخين لا للتدخين المخدرات لا للمخدرات لا للمخدرات لا للمخدرات لا للمخدرات نعم للدوايات نعم للدوايات من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء أنا عييت يوميا تيدير لي هاد الحالة يوميا تيدير لي هاد الحالة أنا كطلب منكم هاد النداء باش تعاونوني عليه الله يرحم والديكم الله يجازيكم بخير أنا عييت أنا عييت أنا عييت بزاف راه تشوف شتو حالته دابا راه شتو شتو الحالة ديالو راه تشوف شتو دير لينا وهادشي راه يوميا كيديرو لينا وحنا تنخافو منو ولا كنخافو منو ولادي بزاف مساكن كاين عسوسات دين عليهم حنا عيينا عيينا الله يجازيكم بخير اللي قدر يدير لنا هاد الحل مع هاد الدر الله يرحم والديه اللي قدر يعاوننا عليه الله يرحم والديه الله يرحم والديه الله يجازيه بخير
ضربني ودير اللي بغيتي لا ما ديرش لي بحال ماك صافي يلا هادشي اللي كاين صافي الله يرضي عليك صافي يلا صافي لا والو ضربني الله يسكن بالك تعاود بحال ماك لا والو هادشي لا مطرا باس راه مجنون لا ما ضربني لا ضربني لا ما ديرش بحال ماك تعيش على هاد الوتيرين لا ضربني عندو شو صغير ايوا ضربني عندو اخ ديالو ايوا ضربني واحد المعاناه رهيبه سبحان الله لا ضربني عليهم لا ضربني انا كنوجهني دا الوزير الصحه وجميع المسؤولين في هاد البلاد هادي في هاد البلاد السعيده في الوطن ديالنا الغالي لا ضربني ماشي بحال ماك اصلاح هاد المشكل هذا مطرابس انتما كتشوفوا الان مطرابس اسبانيا مطرابس اسبانيا مطرابس مصاب بالجنون وهو ضحيه المعجون وضحيه لا ضربني يلا ضربني لا يجيكم كنتمنوا منكم وكنتمنى من الرقاه الشرعيين المخضرمين داخل وطن وخارج وطن انهم يتدخلوا في حاجه الشاب وكنتمنى من المحسنين اللي يشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله وهذا اللايف انهم يتعاونوا مع هذا الشاب ومع الاسره ديالو الحاله ديالو الماديه راه ضعيفه ساعدوهم وان شاء الله كلنا نديروا يتفيد ونتعاونوا ونجمعوا لهم باش يعالجوا الدري خاصو يتعالج الطب النفسي ويتعالج بالرقيه الشرعيه ولا خلاف العقل يا اقسام مرض عضوي مرض خلاف عقل ماشي مرض روحي غنعالجوا القعقوع والله لا خلاف ولا بد من العلاج النفسي يا الله باش تبني الاعصاب ان شاء الله لا ضربني ضربني والله لا خلاف عقل يا ولد الحياه ديالو ان شاء الله تنتقل من افضل والله لا خلاف عقل يا بطل الله يكون بخير المحسنين يا الله داخل والله خلاف عقل هذا الرسم تاع مساعده هذا الشاب والله خلاف عقل شي باني راه ضحيه المجتمع المغربي ضحيه فاني ضحيه والله خلاف عقل شي باني ضحيه قارو ضحيه الدرشي ضحية ديال الحماية لا خلافك عقل يا حنا شفت الغرب كنتعاونوا معاه كنتساعدوا معاه تساعدوا مع الام ديالو لا يلاه ضربني هاد الحالة اللي كيعيشوا على النهار كامل يلاه ضربني وكيعيشوا على الليل كامل لا يلاه ضربني كيعيشوا لا ما نقولش راه الطب لا كتقلب والغوت دائما يا والو فانا كنتمنى ان شاء الله رب العالمين غادي تضربني تعاونوا معنا الله يجزيكم بخير لا غتضربني باش نعالجوا هاد الشيء ان شاء الله لا والو لا حول ولا قوة لا والو انا كنتمنى اللي شاف هاد الناس مباشرة وهاد الله ان شاء الله يتعاون معنا باش نعالجوا هاد الشيء الله يجزيكم معنا ماديين ومعنويين يلاه ضربني هاد الشاب راه كيعاني معاناة خيبة انا شخصيا باسمي راكي اشرف حياني راكي شرعي كنشرف على العلاج ديالو مواد معاه الحمد لله لكن الحالة ديالو صعيبة الحالة ديالو تحتاج إلى علاج عضوي تحتاج إلى طب نفسي تحتاج إلى العقاقير وإلى الأقراص لكي تهدي أعصابه إن شاء الله شوف أمي هذا بين عصاق شلتو في الدار ماشي السوق أنا ريح العهد من ما صافي ريح وريح ما بعد ريح ده انا سوق شكي فانتا لا من عهد من ما كنعيش مع هاد المشكل ما بلا ما كنعيشو مع هاد المشكل لا ده انا سوق شكي فانتا ايوا هادشي اللي كاين وصافي من عهد من ما هادشي اللي طافي صافي ريح امو انا من شفت بدات كي تتسى صافي ريح صافي يلا هني صافي هذيك ديالك عندك اش ما ما عنديش انا الار اللي في الجيبه واش يلا شنو هي الحاجه ديال عطيك بالجيب ما ما لا حشري ما نقولش الحاجه قول لي اش طب لا قول لك دوب لها جدك ونقول لك الحاجه واش هي الحاجه شنو هي دوب لها جدك نقول لك الحاجه واش انا سطيتك تدير
تقول لي حاجه شنو هي اللعيبه اللي بغيتي تقول لي خدمه الطوموبيلات برا دير لهم ما من الطوموبيل لا سقوا فيك مشكله ايوا هادشي اللي كاين ايوا هادشي اللي عاد الطوموبيلات برا الطوموبيلات عملوا الطوموبيله لا سقوا شي واحد مشكله شفتي لا مشكله والناس ما تحالهاش هادشي اللي طافي يلاه انا ما كندوي انا ما عادي مع والو انا ما عادي نشد نقرط ربك لما نقرط اخرى انا ولد القحبه صافي هادشي اللي طافي يلاه شدك تقلب على امك مع باك او اميري قلب معاه على والديك انا راجل يديرني راجل يديرني راجل ما عرفتش صافي الله يسر انا ما كاين لا لا انا راني كنقصد العسكر صافي هادشي اللي راه اول في بلاد الناس صافي هادشي اللي كاين يلاه صافي هضر انت صافي لا طافي يلاه ولاو نشدك لنطاش فيك والله يجزيكم بخير اللي غيشوف هذا ان شاء الله ربك نتعاون مع هاد الشاب ومع هاد العائله دير لي انا بحال هاد الولد راه ضحيه ديال المعجون وضحيه ديال التلفزيون سامسونج ضحيه الفاني دابا شوف انت كان بحال ما هكا الحاجه ديال الصلاه هاد الشكلات كيفوصل الشباب ديالنا صايدكم كتعاونوا مع الشباب ومعكم ديالو ومع العائله ديالو صافي ايوا سير لا يعاوننا صافي شو هذا داك بحال ما هكا سير لا يعاوننا صافي صافي الله صافي يلا صافي صافي يعاوننا حاول تهدوا شي واحد من واحد انا والله لا عزيتش عليك بالله سير 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 من واحد انا والله لا هزيت على شي واحد صافي سامح سير سير كف الكفه اش اللي طافينا الله سير سير اللي لا شي مني بالله يلا ما تمرش بهاديك ما بينش لي لا شي مني يلا بيني نشوف يلا لا بيني نشوف لا بيني نشوف ولا سير الله يعاونني سير نسقط قول ما بارطاجيو الفيديو هذا قلب على راسو دبر على راسو الفيديو تشوف بارطاجيو بشكل كبير الفيديو بارطاجيو الله يجزيكم بخير بارطاجيو اللي شاف الفيديو بارطاجيو الفيديو باش يوصل عبر انحاء العالم ان شاء الله باش كلشي يشوفه ويعرف الحقيقه ديال الشاب اللي كيعاني معاناه كبيره بارطاجيو الفيديو حتى الشهاده اللي هزت على كتافك انت تعرف تخدم بوحدك صافي تتسالي خدمتك بوحدك هادشي اللي تتعرف ما تعرف والو شي حاجه ما تعرف دابا العائله فين غيبقوا معاك كل الكامل راه دابا وراه والو راه بكل صراحه راه هما راه غيبقوا معاك كل الكامل راه هنا راه موت كيجيب واحد اخر اللي كيخصني المركز عندي كيدريس ولكن اخويا بلي ما راه واخا واخا راني عارف وراه كنعمل هذه الحيده حس عاد يلاه محمد شنو بغيتي شنو بغيتي لا راه ما باغي والو انا ما بغيتش شي حاجه انا راه تنقرا شنو مقلق وفي الربعه الليل وغادي المدرسه غادي طاري يلاه واش اللي طافي وانا راه تنقرا انا واش هو ولا ني ولا اللي خلاف لا حول ولا قوه ورا انا ولا مشوه ولا مي ولا مي بان لك الواحد ورا انا نشد بحال ما كان ما عرفتش ندير والله يحارب السحر والشعوذه الله طافي الله راه هو يحارب العلاج او التجار او علاش 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 الله يسر علاش لا وسير اسات وصلونا دابا كاين اش ولا ياك علونا عليكم في التيس كم خرج من يتلاح لي بالو الله يسر اسات شنو يتلاح كيتلاح لا حول ولا قوة الا بالله سير تعوم ولا حسيتي بشي حاجة خايبة هاي الله فهمتيني هادشي اللي غنقول لك سير تعوم سير تعوم ترى اللي داه البحر داه ولا ما السوق اي بالله وتا انا باش كنعرف كنعرف القانون فوق الجميع ولا بزاف كاع يا الله وتا نعرف انا تنعرف اسبق اي النساء واش اللي طافينا الله واش اللي كاين تعرف انا قانون فوق الجميع اسبقي النساء اش اللي طافي الله وانا راني خدام الربعه غادي قاري شنو بغيتي سمح لي شنو بغيتي دابا شنو بغيتي وانا نقرا انا غادي غادي قاري شنو مسؤول عليا كاع باش شي كامل يلاه يلاه نجيب لك شي حاجه وما لقيتش عادي باش ندوم وشنو بغيتي نجيب لك دابا واش اللي كاين شنو بغيتي شنو بغيتي دابا شنو بغيتي مدرسه ها وليت راه بقعه شنو بغيتي سمح لي كاينين حراسه كاينين ايوا واش اللي كاين دابا شنو بغيتي نجيبو لك دير شنو بغيتي نجيبو لك ومترين ها تكون مترين ماشي شحال نجيبو لك دابا لا والو ما بغيتي والو لا بغيت والو خصك تكون مترين يلا واخا خلي داكم يلعسو مابقاش دير دارك هاد الحاله غادي قاري غادي قاري مع الربعه اللي انا والربعه اللي مسجله فهمتي الساره صح عاد من قاري عاد من كيفاش الربعه اللي الربعه اللي راه الساره راه كاين فريخات يخافوا راه الاستاذ ما خوفكش انا راه فريخات كاينين يخافوا اش اللي كاين يا الله اللي مشاو اللي مشاو راه مشى الحمد لله واش حاجه هو الفلوس اللي حتيها في البحر عندك ما عرفتش شنو هو والفلوس اللي حتيها في البحر تتفزق وتتمشي
وتمشي انا تقول لي انا بحال ما هكا ما يمكنش. ما بغيت نشرب القهوه انا قهوه والله ما يمكن نشربها لك بالله صافي يلا ربعت الليل انايا وغادي قاري غادي المدرسه ما يمكنش ما يمكنش. شوف الله يرضى عليك ما يمكنش. سمح محمد اسم محمد اسمك تقرا اسم محمد انا ترى انا 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 اللي كنت شايع قاري قاري فهمتيني قاري هذاك الشيء اللي تقرا انا اللي شد العويناتك فهمتيني تدير عويناتك تدير عويناتك صافي صافي تدير عويناتك فهمتيني كيف ما تشوفني دابا تشوفني فين تنقرا ايوا الشيء اللي طافينا الحمد لله شنو ملاص عليه يشفي الله يشفيه الله يجيب الشفاء ان شاء الله نزيد الصباح فهمتيني والله لا دخلت فيك والله والله الا دخلت فيك والله الا ديرونجيتك والله الا ديرونجيتك والله الا دخلت فيك الا دخلت فيك ودير لي بحال ما هكاك والله الا ديرونجيتك والله الا دخلت فيك راه تقريبا دابا راه 3 سنين مبريد تشي كامل عليا انا شكون يقول لي سي محمد انا يا بوحدي هادشي كامل انا عليا بوحدي انا سي محمد انا مومي اجي شي كيعجبك المعجون انا مومي دابا انت واش باغي المعجون وما باغي والو انا بغيت نخرج نمشي فهمتيني نمشي للبحر هادشي اللي باغي انا ولكن جا سي محمد لا بغيت انت سببك المعجون لا انا بغيت شي واحد وكلك المعجون انا قسمو البحر على جوج ويدفنو انت موكلينك المعجون لا انا قسمو شكون عطاك المعجون نهار الاول لا شوف انا شكون عطاك المعجون نهار الاول لا قسمو البحر على جوج شكون عطاك المعجون نهار الاول انا ولا ما خرجوش مني بفائده فهمتيني من جوج عندي شكون عطاك المعجون نهار الاول هضر معايا هضر معايا سي محمد راه جينا عندك زعما باش تهضر معانا السلام عليكم انا قسمت عليا في هذا سفري صافي الله يخليك اخرج معك في الدراري ايه الله انا واش اللي كنا بغينا انت ملي باغي خطرات ما كتبغي تسمعنا كتسمعنا صافي يلا الله يرحمك هو صافي صافي والو وترى خدم غادي جاي باق عليكم لا وترى باق عليكم وترى ما والو ترى اختي تخدم غادي جاي يلا كي غدي ليها او الخيل اللي مربوطه في الكراول تتهز الناس يلا خصو الطبيب هذا خصو هذا والله لا والو راه شنو قلت لهم انا والله لا خدمت لك يلا والله تنقرا يلا وتشوف بقى لكم الخيل يلا بقى لكم الخيل اللي تضرب في الكراول وخدم والله لا خدمت لك برا شكون وانا على راسي السلام عليكم شويه دابا شويه والو ومشوه انا مشوه انا والله مشوه يالله والله لا خدمت يالله والله تنقعد واش بقى ما يتقعد واش ما عرفتش سبحان الله المجيء ديالكم جاء المشرى اتصلوا على المسؤولين ديال بن رشد تاع 36 قال له هبطوا علينا ولكن انت كتعرف غادي يديو تما غادي يسدوا عليه بلا واش غيسدوا عليه الدري محتاج العلاج النفسي محتاج المراقبه محتاج العنايه اشريف محتاج الاستحمام ورانا مسكون اشريف رانا مسكون ورانا مسكون اشريف رانا مسكون اشريف رانا مسكون اشريف انا مسكون شافوا عيني الشريف انا محالي بالولك اش اللي انا مسكون الشريف شكون ساكن انا الشريف انا مسكون شكون ساكن انا مسكون ورا مسكون الشريف راه تسكن امي مع با فهمتيني ورا اش اللي كاينش انا مسكون الشريف راني مسكون انا مسكون الشريف راه خلاوات الشريف انا مسكون الشريف واش اللي طافي أنا ناس عيا أنا زبح كان مسؤول حيد